أنا اسمي هاني محمد عبد الله عامر من سكان مسحة، وأنا ساكن مش خلف الجدار، أنا ساكن داخل الجدار. الجدار عبارة عن شقين مثل السندويشي، أنا ساكن جوا الجدار. في جدار بيني وبين القرية اللي أنا أسكن اللي ساكن فيها واللي وقريتي، وفي جدار بيني وبين المستوطني، وأنا ساكن في النص، ساكن داخل الجدار بالضبط، داخل الجدار ساكن. لما عمل جدار في 2003 قالوا إحنا بنمثل دولة إسرائيل وإحنا بدنا نعمل جدار، والجدار هذا بده يجي مكان بيتك، فإحنا بنطلب منك تطلع من البيت برا. فأنا رفضت، قلت لهم أنا بيتي بديش أطلع منه. فالأشياء اللي حكاها بالجندي ضابط يومها وبقول لي إنه دولة إسرائيل الله، وإنت بتتحدى فيها، بتتحدى في الله. كان في متضامنين أجانب كثير من كل الجنسيات، وكان من ضمن الموجودين كمان فلسطيني مواطنين فلسطينيين، وكان في كمان معهم إسرائيليين. وفي النهاية الجيش بقوته شال كل المتضامنين وعاقبهم وعمل الجدار. قالوا لنا احنا بدك تعال، بدك تختار وقت اللي نفتح لك، احنا بدنا نفتح لك ربع ساعة مشان تقضي حاجات البيت. فبسأل أنا شو ربع ساعة يعني؟ ربع ساعة يعني بدهم يعطونا ربع ساعة يفتحونا لكل احتياجات الدار ربع ساعة. احتياجات الولد واحتياجات البنت واحتياجات الجامعة واحتياجات المدرسة، احتياجات السوق، احتياجات المعالج اللي بده يروح الإنسان، احتياجات الزيارة، لكل احتياجات الدار، لكل سكان الدار بدهم يعطونا ربع ساعة يفتحونا إياها. يفتحونا البوابة والجيش يجي يفتح لنا، يعني إذا ما جاش الجيش احنا بضلنا مسجونين. المستوطنين كان عندنا مشاكل كثير معاهم، كانوا يضربوا علينا حجار بالليل، يسبوا علينا، يكفزوا جوا البيت جوا الجنانه، يعني اعتداءات كامله، يطخوا علينا بالهواء ويسبوا. كان عندي اولاد، انا اولاد صغار، كانوا نايمين طلعهم بالليل، يصحى الولد على اهله محوطين بالجيش، بجوز 50 جندي مصوبين سلاح على الدار ومصوبين سلاح على أهله. يصحى الولد، فصار حتى في عندي ولد هذا اللي موجود مازال اليوم عنده مشكلة نفسية في حياته. إذا كانت المسافة هنا في خلال بالكثير 4 دقائق 5 دقائق بالسيارة بيصيرها، اليوم بدنا ساعة رايح ساعة جاي بالسيارة. تكلفة المشوار على الشغل، يعني في فرق بين الواحد ما يمشي 5 دقائق بالسيارة وبين ما يمشي ساعتين. اتوجهت لمحكمة والمحكمة رفضت تثبت في الموضوع، قالوا لا، ليس بالإمكان أفضل من ما كان. انتخابات إسرائيل لا بتعنيني لا من قريب ولا من بعيد، لأنه انتخابات إسرائيل مين ما أجا جاي يظلمنا بغض النظر عن التسميات، هم مصممين، هذه الدولة مصممة جاي مشان ظلمنا. أنا بدي أعيش بأمان مع كل الناس، وأعيش بأمان في بيتي، وأعيش مطمئن في حياتي، ومطمئن على أولادتي، ومطمئن على عيلتي، مطمئن على شغلي، أروح على شغلي وأروح بأمان بدون اعتداءات، هاي اللي بدي إياه.